شاهد آخر ظهور للفنانة أنطوانيت نجيب بعد نقلها للمستشفى وحقيقة وفاتها وقصة حياتها. نشرت الفنانة السورية عبير شمس الدين على حسابها الشخصي على فيسبوك صورة تجمعها بالفنانتين عاهد ديب والغديرة أنطوانيت نجيب أثناء تواجدها بمشفى الأسد الجامعي. وكتبت الفنانة عبير شمس الدين: طوني الغالية، افرحت من قلبي انك منيحة وان شاء الله بترجعيننا بسلامة، محبينك كتار، الف سلامة عليك. وكانت قد نقلت الممثلة السورية القديرة أنطوانيت نجيب قبل نحو اسبوعين إلى العناية المركزة في مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة السورية دمشق. وكشفت ابنة الفنانة أنطوانيت نجيب لوسائل إعلام محلية أن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة حالياً، حيث وضعت تحت المراقبة، وذلك بسبب مرورها بأزمة في الكلى التي تراجع أداؤها، نافية في ذات الوقت ما أشيع عن وفاة الفنانة أنطوانيت نجيب. وكانت قد صرحت الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب أن أكثر ما يخيفها في الحياة هو المرض وأن تصبح طريحة الفراش. تعد الممثلة القديرة أنطوانيت نجيب من رواد الحركة الفنية السورية، حيث جسدت في أعمالها دور الزوجة والأم والمعلمة والحماة في أعمال ناجحة لاقت رضا محبيها وجمهورها. وكانت قد صرحت الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب أكثر من مرة إنها ضد كل فنان غادر سوريا خلال الحرب. ولدت الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب عام 30 من القرن الماضي في محافظة درعا بسوريا، وانضمت إلى نقابة الفنانين عام 68، وتعد من أوائل الفنانات المنضمات لهذه النقابة. رصيدها الفني حافل بالأعمال الخالدة في المسرح والتلفزيون والسينما العربية، وقد جسدت غالبا من خلال تجربتها الفنية الطويلة أدوار الأم الحنون. تزوجت الفنانة أنطوانيت عام 62 من الفنان يوسف شوبري، وبقيت معه حتى وفاته في عام 2005. أنطوانيت نجيب ظهرت للمرة الأولى من خلال الشاشة الكبيرة عبر فيلم عاريات بلا خطيئة عام 67، ثم ظهرت في فيلم امرأة تسكن وحدها وفيلم 1+1 عام 71، ثم شاركت في فيلم شقة الحب وفيلم امرأة حائرة. أو
أول ظهور تلفزيوني لها كان من خلال المسلسل المشهور صح النوم مع دريد لحام ونهاد قلعي في العام نفسه، ثم شاركت بعده في فيلم الحب الحرام عام 76 قبل أن تغيب 6 سنوات عن الشاشة. وبعد غيابها لمدة 6 سنوات عادت الفنانة أنطوانيت نجيب إلى التمثيل من خلال مسلسل الساعد وعد، ومن أشهر مسلسلاتها هجرة القلوب إلى القلوب في العام 91، والجوارح عام 95، وحمام القيشاني عام 97، ولعل أبرز شخصية قدمتها كانت نعيمة في مسلسل الفصول الأربعة بجزئي الأول والثاني. ومن مسلسلاتها أيضا الدبور والعشق الحرام والولادة من الخاصرة وطوق البنات وعطر الشام وصدر الباز وخاتون ووردة شامية وأحلام كبيرة ومرزوق على جميع الجبهات وفسحة سماوية وممرات ضيقة وغيرها من الأعمال. عملت أيضا في المسرح في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد أدائها العديد من الأدوار المسرحية مثل حطب الخرج وشغلة فاينة وتموت واقفة وسراديب الصناعية. وكانت قد صرحت الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب أنها رفضت حضور جنازة زميلتها نجاح حفيظ لأن نجاح حفيظ لم تقدم لها واجب التعازي عند رحيل زوجها عام 2005. وأكدت أنها غير نادمة لأن الراحلة نجاح حفيظ هي السبب، إذ أن علاقاتها بالوسط الفني لم تكن على أفضل حال. واعتبرت الفنانة أنطوانيت نجيب أن نجاح حفيظ كانت مهووسة لأنها كانت تظن أنها الوحيدة التي تستطيع تقديم دور الأم وبأنها تأخذ الأدوار منها. حفيدها هو الفنان فادي الشامي، وقد كان للفنانة أنطوانيت نجيب دورا كبيرا بدخوله مجال التمثيل حيث ظهر لأول مرة في مسلسل الخوالي عندما كان طفلاً.